السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم ماجد صابر ان شاء الله في فيديو جديد على قناتنا. اتمنى الكل يستفاد منه باذن الله اكبر استفادة ويكون فايدة للجميع ان شاء الله. الفيديو النهاردة احنا هنتكلم فيه عن انا هشتري شاشة جديدة ومش عارف اجيب نوعها ايه، فعايز اعرف ايه اجيب نوع ايه بالظبط وايه احسن من ايه. اولا اغلبيه الانواع حاليا غالبيتها شبه بعض يعني ما عدا القليل، هنتكلم باستفاضه يعني وبرضه بالمختصر ان شاء الله، بحيث ان انت تبقى نازل تشتري شاشتك وفاهم انت بتشتري ايه. اهم حاجه تكون فاهم بتشتري ايه، تمام؟ يعني انا مش اللي بيجري ورا الاسم، مثلا دي اسمها كذا ودي سعرها كذا ودي كذا، اللي يعني ايه برضه احنا هنوسطن الامور ونفهم الناس ان شاء الله الشاشه بتتكون من ايه وايه احسن من ايه وازاي تحافظ على الشاشه، وده اهم ما في الموضوع. هنبتدي كده ايه واحده واحده. اهو معانا المين بورد، ده بتاع الشاشات الصين اللي 32 يا جماعه، 32 و24 بينزل في المين ده، اهو ده بار اف، دي في وصله ار اف عشان في شاشات كتير بتنزل من غير وصله الار اف، وبرده هنقول ليه. تمام، ده شكل المين، ده الجزء بتاع الباور بتاعه، وده الجزء بتاع الديجيتال بورد او كنترول. تمام، هو عباره عن كده الشاشه ما فيهاش حاجه تاني. تمام، وبعد كده بعد المين بورد بالنسبه للصيني اللي هو فيه بورده واحده، تمام، معانا الجزء الثاني اللي هو يعتبر بعد المين اللي الدات الشاشه دي المسؤوله عن الاضاءه، دي اللي بتجيب الاضاءه، ودي 99% من الشاشات دايما بتيجي عطل للدات، اللي هي تلاقي الصوره الشاشه معاك شغاله صوت من غير صوره، شغاله صوت من غير صوره، بيبقى غالبا عيب للدات ده. وتالت حاجة وأهم حاجة ودايما بتبوظ بسبب سوء الاستخدام، البانل اللي هي الإزازة الأمامية، هي اللي هي بتطلع الصورة. تمام، أهي ده شكل الإزازة، دي إزازة مكسورة عندي برضه، أنا حبيت أطلعها معايا الناس تشوفها يبقى عارف يعني إيه بانل. يعني بص حضرتك ده سمك البانل، تمام، بانل رقيق جدا لازم تبقى شايفه عشان نقدر إن إحنا برضه نحافظ على شاشاتنا. بتجيلي شاشات كسر كتير، اللي ما كملتش شهر واللي بقى لها شهر ونص بسبب ان حد خبط البانل او طفل بيلعب او حاجه. الناس برضو في اللي ما يعرفش ان ده ممكن يتكسر، حجم البانل زي ما احنا ما شفناه رفيع جدا ما يستحملش الا اللي نازل ضد الكسر. في طبعا شاشات بتبقى ضد الكسر، يعني اخبط واعمل اللي انت عايزه مستحيل يتكسر، بس طبعا بتبقى اوفر شويه في السعر، اغلى ومش متوفره دايما في السوق بسبب ان هي غاليه. تمام، معانا مثلا انت حضرتك هتقول لي انا اجيب شاشه، هجيب نوعها ايه؟ اقول لحضرتك والله لازم تبقى عارف انت محتاج شاشتك ايه، عايزها اندرويد، يعني هل الاندرويد هيفرق معاك؟ طبيعي كل الشاشات اولا بتيجي بيبقى فيها الاتش دي، اهو مخرجين، في شاشات بتختلف بيبقى فيها 2 اتش دي وفي شاشات 3، والاوديو فيديو ده اساسي موجود، اليو اس بي ده اساسي موجود، اللي ما بيجيش دايما ايه؟ الار اف، ممكن تلاقي شاشه ما فيهاش ار اف. يبقى اذا انا لو محتاج مثلا هوصل وصله مثلا اللي بتجيب منتوشه الكره بتاعت الشارع اللي بتعمل في المناطق عندنا دي، وعايز اوصل الوصله دي، يبقى انا لازم ابقى عارف ان انا اجيب شاشه فيها ار اف. تمام، ولازم ااكد واكون انا شايف فيها ار اف، لان في شاشات كتير جدا ما بينزلش فيها ار اف، وهوري حضرتك برده معايا ان في شاشات نازله من غير ار اف، هوري حضرتك الفرق ايه. تمام، يبقى عرفنا دي كده اهي. تمام، ده تعتبر تلت الشاشه، هنقسم الشاشه ثلاث تلات، جزء للمين بورد وجزء الوحدة الإضاءة اللي هي الليدات دي، والجزء الثالث ده البانل. تمام، يبقى أنا عندي الشاشة عايز هوصل وصلة الدش اللي هي الأرضي، أو مثلا هجيب اللي هركب إيرة الخارجي، يبقى لازم يكون فيها آر إف. هتقول لي طب أجيب نوعها إيه؟ أقول لحضرتك المين بورد ده بينزل في 90% من الشاشات اللي موجودة دلوقتي، في الإي تي إي وفي السيفوني وفي اليونيون إير وفي اليونيون البريميوم، كل ده بينزل بالمين بورد ده أساسا، هو أساسا موجود ومتوفر في السوق، ويعني احنا بنقدر نشتري ده ما فيش فيه اي مشكله. يبقى انت هتجيب شاشه مش الشاشات العاديه، يبقى انت لازم تبقى عارف انا محتاج ار اف، هيبقى فيها ار اف، محتاج فيها نت، لو بنت حضرتك بتبقى زي كده بالظبط، ده مثلا المقاس اللي بعد منه ده بنت اهو، تمام، ده بتاع ال 43 والمقاسات الكبيره، وبرده هو ماسك الاثنين، الشاشه ما بقاش فيه حاجه في الظهر غير كده، هو ده المين بورد، ده الباور، جزء الباور اهو، تمام، ده الجزء بتاع هتلاقي جزء الفيشه موجود معانا هنا اهو، الفيشه الكابل الباور بيبقى واصل هنا، تمام، وده الجزء بتاع الباور، وده الجزء بتاع الايه؟ بتاع الكنترول. تمام، يبقى ده هو معايا تلت الشاشه، يعني تخيل ان المقاس اللي في ايدي ده تقريبا 20 في 25 مثلا، يمكن ما يكملش مقاسها البورده دي، مشغله الشاشه كامله، لو عندك 43 5 لحد 55 ده بيشتغل معانا، ويمكن ال 60 بوصه كمان. تمام،
ده معانا اهو الانتنه اللي طالعه منه دي اللي حضرتك شايفها دي بتاعه الواي فاي عشان يلقط واي فاي. ده هي الانتنه بتاعه المين بورد. ليه؟ لان دي سمارت. حضرتك هتلاقي هنا في مدخل لان اهو. طالما في مدخل لان كده يبقى الشاشه دي سمارت. اول ما الاقي مدخل لان يبقى الشاشه دي سمارت. يعني هلاقي مثلا دي سمارت اهي تمام، لكن ما فيهاش الار اف. بص حضرتك الجزء اللي بيبقى ركب فيه الجاك الار اف هتلاقيه هنا فاضي. هوري حضرتك حالا معايا اهو، اهو الجزء اهو هم اصلا مش مطلعينه بره. بسبب ايه؟ بسبب ان الوصلات الناس بتوصل وصلات الدش بتاعت الشارع للاسف بيبقى المكبرات الاشاره اللي بتبقى محطوطه على وصلات الدش بتاعت الشارع دي دايما بتعمل مشاكل مع الشات للاسف. حتى في التلفزيونات السي ار تي القديمه كنا بنقابل معاها المشاكل دي، ممكن الجهاز بيجي مفرقع بسبب الوصله. ليه؟ لان مكبر الاشاره بيطلع معايا للاسف كهرباء، يعني هو بيكبر عشان يكبر اشاره ويرفع الدي بي اللي واقع من السرعه عشان يجيب لك انت سرعه حلوه. للاسف كلها مكبرات صيني تعبانه. طبعا ما حدش بيعمل شبكه يروح يجيب مكبر مثلا اسباني او حاجه نظيفه يكون فيها مانع خروج للكهرباء، لا بيجيبوا الامبات الصيني العاديه خالص. فللاسف تيجي توصل على الار اف هنا ممكن في لحظه تلاقي الشاشه انفجرت، انت نفسك ما تلحقش بتفرقع باور. الكلام ده بيحصل كتير جدا. لذلك بدات الشركات لما بدا يرجع للضمان الشاشات بالاعطال دي وتعرف انها من وصله الدش بداوا ينزلوا من غير الار اف، لان هو موضوع بسيط ومش هيفرق معاهم في السعر كتير. يعني الموضوع مش موضوع ايه ان دي غاليه ورخيصه او فرق سعر، لا لا، الموضوع ان الشاشات بتبوظ فعلا بسبب وصلات الفينس بورد. وانت برضو خليك حذر من الوصلات دي جدا. في جاك بيتباع، الجاك ده بيبقى من جواه حاجه اسمها بف، البف ده يدخل اشاره لكن ما يعديش كهرباء عشان ما يضرش شاشتك فيما بعد او في الوقت القريب او في الوقت البعيد. تمام، معانا مثلا المين بورد ده بتاع شاشه سامسونج. انا عايز اقول لحضرتك لك ان تتخيل ان المين بورد ده راكب على شاشه سامسونج 47 بوصه. تمام، ده بادابتور، ده هو ادابتور بيركب له ادابتور. ده الجزء ده فيه جزء بسيط جدا الباور، حاجه مختصره خالص. عايز اقول لحضرتك من اوحش ما يكون، يعني المين بورد ده كله مشاكل بيه وللاسف بينزل في المقاسات الكبيره. ده مغذي اضاءه ومغذي باور وكل حاجه على الاهو. بص حضرتك حتى دي اهي فيها مكان في يعني فيها رسيفر داخله، وبرده هنتكلم عن الموضوع دوت في 3 دقايق ان شاء الله. تمام يا جماعه، اللي يقابلوا شاشه بادابتور انا انصحه ما يجيبهاش لانها مش حلوه فعلا، يعني كلها مشاكل. المين بورد ده في السوق لو حضرتك دخلت على اي جروب سنه هتلاقي كل الدنيا بتسال على المين ده بسبب انه مشاكله كتير. بينزل في الشاشات السامسونج والال جي. اي شاشه بادابتور انصحك بلاش منه، لان بيبقى هو ده اللي فيها، ما فيهاش اكتر من كده. يعني ده بيشغل 47 بوصه 50 بوصه 55 بوصه بينزلوه في الشاشه بالمنظر اللي حضرتك شايفه ده. تمام، ما نجريش ورا الاسم ده، اللي انا ايه بتكلم في ان انا ما اجريش ورا الاسم، لازم ابقى عارف بجيب ايه، شاشتي يبقى شكلها ايه من جوه. تمام، معانا المين بورد ده زي ما اتفقنا بتاع السامسونج. معانا المحترم واللي لسه يعتبر مازال ماسك نفسه ال جي، ال جي ومازالوا لحد دلوقتي برضو بيبقوا منزلين ال جي بمين بورد زي ما احنا شايفينه بباور خارجي. تمام، فحضرتك بقى انت هتجيب ايه بقى في دول؟ تمام، انا اقول لك انت لو جبت حاجه برسيفر، مشكله الشاشه اللي برسيفر زي ما احنا قلنا، سلك الدش لو راكب معانا كده اهو تمام على البورده، والسلك ده جه من النص اتقطع من المنور او من السطح او من الطريق ايا كان، للاسف بتنزل الميه في الشتاء في ميه المطره، بتنزل من الجراب لو هو الجراب مجروح، بتنزل من جوه الجراب وتفضل ماشيه 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 مع السلك لحد اما تنزل من اوطى مكان في السلك اللي هو واصل على ايه؟ على الريسيفر. نيجي احنا مثلا الريسيفر جاي لقطع بقى الشاشه جايه قطع باور او فيها مشكله، اجي ابص انا افتح الشاشه الاقي الجزء ده مليان ميه، وعلبه التيونر دي بتبقى مليانه ميه، طبعا دي بتبقى اتدمرت تماما، والله اعلم الميه تحت بتاكل البورده، هل هتنفع تتصلح تاني ولا لا؟ ده بتبقى مشكله، ممكن احتاج ان انا اغير مين بورد بسبب الريسيفر. تمام، فانت بقى هتقول لي صورته حلوه او هو لا، الافضل ان انا يبقى معايا ريسيفر خارجي. عايز اوصل فلاشه اوصلها على الريسيفر الخارجي، عايز ارتب قنوات حتى، يعني انا لو في ترتيب القنوات الريسيفر اسهل بكتير، احافظ على ريموت الشاشه بتاعتي، لان انا كل تقليبي وكل شغلي بيبقى طبعا من ريموت الشاشه، اغلبيه ريموتات الشاشه مش موجوده وغاليه، يعني انا كان عندي عميل بيجي عايز يجيب ريموت لشاشه توشيبا لسه جايبها وحصل فيه مشكله للاسف في يعني في توشيبا نفسها، قالوا له بعد 40 يوم والريموت ب 800 جنيه. فلا، انا ريموت الريسيفر امره سهل، ب 20 جنيه اقدر اجيبه من عند اي حد، احافظ على شاشتي، الفكره احافظ على شاشتي. تمام، معانا اغلبيه الموديلات يا جماعه بتهيألي احنا كده شفناها، السامسونج السين ال 32 وده كتير جدا في السين ال 32 شكل المين بورد بيبقى كده، السين ال 43 والمقاسات الكبيره وال 55 وسمارت اهو
تمام. والعاديه برضو منها بتبقى بنفس الشكل، بقاش متضاف عليها الانتنه دي بتاعت الواي فاي. تمام. ال LG الليدات موجوده في كل الشاشات باختلاف بقى حاجات بتفرق مع الفن في شغله لما بيجي يشتغل. بس ده شكل الليدات عموما، وهي دي فكره الشاشه. هي دي كده شاشه قدام حضرتك، دي الشاشه اللي انت بتجيبها او اللي شغاله عندك. ده الجزء بتاعها اهو، كنترول والباور زي ما اتفقنا في الصيني بالنسبه لل جي بالشكل ده. ودي الازازه البانل اللي دايما للاسف بيتكسر بسبب سوء استخدام او قضاء وقدر، ايا كان بقى نسميه سبب طفل خبط حاجه، حد حدف حاجه، وده طبعا كتير جدا مع الناس. هو رقيق جدا وما بيستحملش. فانت حضرتك هتشتري شاشتك لازم نكون متفقين، تبقى عارف هتجيبها ايه، امكانيات اللي انت محتاجها ايه. اوريدي كل الشاشات فيها اوديو فيديو، كله فيه HD، تمام. دي حاجات اساسيه، كله فيه USB. لكن حته ان انا اجيبها برسيفر او سمارت، السمارت طبعا بيعمل مشاكل في بعض الشاشات. ما كانتش الشاشه حلوه كهاردوير مثلا زي ال LG فيها مين بورد محترم. يعني المين بورد بتاع ال LG زي ما حضرتك شايفه كده حاجه محترمه. انا دايما بفضل بصراحه ال LG، وما زالت لحد الان هي اللي ماسكه نفسها. يمكن فيها مشكله انها بتبقى يعني في اصلاحها بعد كده ممكن يكون بتبقى تكلفتها عاليه، لكن شاشه تشتغل وصورتها في منتهى الجمال. تمام. اتمنى يا جماعه نكون كلنا استفدنا من الفيديو دوت. وحته يعني برضو ايه، اللي بيسال سؤال يبقى كده اجيب شاشه نوعها ايه، او موديلها ايه، او ماركتها ايه، يبقى اوصل لك الموضوع له بالاسم وله بالماركه وله بالنوع. كلهم شبه بعض ما عدا ال LG، هي اللي ما زالت ماسكه نفسها. كلهم شبه بعض، كلهم بيحصل فيهم مشاكل، كلهم بيبص فيهم للدات، يتخبط الازازه تتكسر. فما جريش ورا الاسم، اهم حاجه ما جريش ورا الاسم. انا اشوف الامكانيات اللي انا عايزها ايه واجيبها. تمام. ما الا ادور على فرق سعر عالي، لان في شاشات حاليا بتنزل فرز تاني وتالت كمان بيبقى فيها مشاكل في البانل ده، ممكن يكون متصلح، بيبقى مثلا في عيب خطوط متصلح في حاجه، وعادي بينزل فرز تاني يتعمل بيه عروض اسعار والكلام اللي احنا بنشوفه ده كله. بتجي لنا شاشات بنلاقيها بهدله من جوه، وحشه جدا في تقفيلها ولمين فيها وحاجات كتير كده. اتمنى ان يكون الكل استفاد، وان شاء الله دايما مع بعض، وان شاء الله دايما اقدر افيدكم باذن الله. اتمنى لو الفيديو عجبكم نعمل شير وسبسكرايب واشتراك للقناه، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله.